الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى: باب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره. كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريدة وضرر وفي لحاف وفي خزف وغير ذلك. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراءة كأبي وزيد وابن مسعود فيذهب فندب إلى ذلك زيد بن الحارث فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد منه رضي الله عنه. وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية في آخر براءة حتى وجدها عند خزيمة بن ثابت، وحكى الطبري أنها إنما سقطت له في الجمع الأخير والأول أصح، وهو الذي حكى البخاري إلا أنه قال فيه مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، وقال إن في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوجدها مع خزيمة بن ثابت، وبقيت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بن الخطاب بعده ثم عند حفصة بنته في خلافة عثمان، وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة كمصحف ابن مسعود وما كتب عن الصحابة بالشام ومصحف أبي وغير ذلك، وكان في ذلك اختلاف حسب السبعة الأحرف التي أنزل القرآن عليها. فلما قدم حذيفة من غزوة أرمينية حسب ما قد ذكرنا انتدب عثمان لجمع المصحف وأمر زيد بن ثابت بجمعه، وقرن بزيد فيما ذكر البخاري ثلاثة من قريش: سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وكذلك ذكر الترمذي وغيرهما. وقال الطبري فيما روى إنه قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف. وقال الطبري أيضا إن المصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، فاختلفوا في التابوت التابوه والتابوت، فقرأه زيد بن ثابت بالها والقريشيون بالتاء فأثبته بالتاء، وكتب المصحف على ما هو عليه غابر الدهر، ونسخ عثمان منه نسخا ووجه بها إلى الآفاق، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق وتخرق وتروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، وراوية الحاء غير منقوطة ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان رضي الله عنه في ذلك، وقد ذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة، وهو أحد ما قيل في براءة، وذلك مستقصى في موضعه موفى إن شاء الله تعالى. وظاهر الآثار أن السبع الطول والحواميم والمفصل كان مرتبا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السور ما لم يرتب، فذلك هو الذي رتب وقت الكتب. وأما شكل المصحف ونقطه فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله، فتجرد ذلك الحجاج بواسط وجد فيه وزاد تحزيبه، وأمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر بذلك، وإلا فإثر ذلك كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمنا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، وأسند الزبيدي في الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف
أبو الأسود الدؤلي، وذلك أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر، وذكر أبو الفرج أن زياد بن أبي سفيان أمر أبا الأسود بنقط المصحف، وذكر الجاحظ في كتاب الأمصار أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف، وكان يقال له نصر الحروف. وأما وضع الأعشار فيه فمر به في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني عن قتادة أنه قال: بدأوا بنطق بدوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، وهذا كالإنكار. قال رحمه الله: باب في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق. اختلف الناس في هذه المسألة، فقال أبو عبيدة وغيره: إن في كتاب الله تعالى من كل لغة، وذهب الطبري وغيره إلى أن القرآن ليس فيه لفظة إلا وهي عربية صريحة، وأن الأمثلة والحروف التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها وتواردت اللغتان، فتكلمت بها العرب والفرس أو الحبشة بلفظ واحد، وذلك مثل قوله تعالى: إن ناشئة الليل، قال ابن عباس: نشأ بلغة الحبشة، قام من الليل. ومنه قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، قال أبو موسى الأشعري: كفلان ضعفان من الأجر بلسان الحبشة. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في القسورة: إنه الأسد بلغة الحبشة، إلى غير هذا من الأمثلة. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والذي قوله إن القاعدة والعقيدة هي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر. فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها، فإنه كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش، كسفر مسافر ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس إلى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكسفر عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصريح، ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح ما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس رضي الله عنهما معنى فاطر إلى غير ذلك. فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها، فهي عربية بهذا الوجه. وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأن لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. قال رحمه الله: نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. اختلف الناس في إعجاز القرآن بما هو، فقال قوم: إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وإن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وفيه وقع عجزها. وقال قوم: إن التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة والغيوب المسرودة، وهذان القولان إنما يرى العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يتبين له بينه وبين نفسه عجزه عنه، وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل المتحدي. فكفار العرب لم يمكنهم قط أن ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تحديت بمثل ذلك وعجزت فيه علم كل فصيح ضرورة أن هذا نبي يأتي بما ليس في قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده، وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق، وهو الصحيح في نفسه. وإن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبين المعنى بعد المعنى.
وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا. فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان بمثل هذا القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقين، ويظهر لذلك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العربي في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. ألا ترى ميز الجارية في نفس لعجة، وميز الفرس دقي نفس جرير في نفس ذي الرمة. ونظر العربي في قوله عز فحكم فقطع إلى كثير من الأمثلة اكتفيت بالإشارة إليها اختصارا. فصور قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وقال فأتوا بسورة من مثله، قال كل فصيح في نفسه، وما بال هذا الكلام حتى لا آتي بمثله. فلما تأمله وتدبره ميز منه ما ميز الوليد بن المغيرة حين قال والله ما هو بالشعر، ولا هو بالكهانة، ولا بالجنون. وعرف كل فصيح بينه وبين نفسه أن لا يقدر بشر على مثله، فصح عنده أنه من عند الله. فمنهم من آمن وأذعن، ومنهم من حسدك بجهل وغيره ففر إلى القتال ورضي بسفك الدماء عجزا عن المعارضة، حتى أظهر الله تعالى دينه ودخل جميعهم فيه. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قليل من العرب يعني الكفرة، وقامت الحجة على العالم بالعرب، إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة عيسى بالأطباء، وفي معجزة موسى بالسحرة. فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد إظهاره. فكان السحر في مدة عيسى قد انتهى إلى غايته، وكان الطب في زمن عيسى، والفصاحة في مدة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، تفضل علينا بإنزال كتابه فكان منهج حياة نسعد به ونفوز دنيا وآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في قراءة مقدمة الفقيه ابن عطية الأندلسي صاحب تفسير المحرر الوجيز رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق ذكرنا معنى الحروف السبعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. ونبتدئ في درسنا هذا في شيء يتعلق بتاريخ المصحف، وقد ذكرنا أن المقدمات التي توضع للتفاسير تشتمل على عدد من المعاني، منها فضل القرآن وأهمية التفسير، ومنها منهج، ومنها قواعد التفسير ومصادر التفسير والتعريف بالمصطلحات وتاريخ كتابة المصحف وتاريخ تفسير القرآن. ولعلنا الآن أن نتحدث عن الجزء الأخير المتعلق بالنواحي التاريخية في هذا الموضوع. ولذا قال المؤلف
باب أو باب ذكر جمع القرآن وشكله جمع القرآن، أي وضع في مصحف واحد، وشكله أي وضع الحروف، وضع الحركات عليه، ونقطه أي نقط الحروف، وتحزيبه أي وضعه على أحزاب وأقسام، وتعشيره هو مماثل للتحزيب، وإن كان التحزيب يكون بالأجزاء والأحزاب، والتعشير يكون بوضع الأثمان والأرباع. قال المؤلف: كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقاً في صدور الرجال. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن عدد كثير من الصحابة، وما ورد من الأخبار أنه لم يحفظه إلا 4 أو 5، هذا المراد به أن المتكلم يقصد قبيلته، لم يحفظ القرآن من قبيلته إلا هذا العدد. وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح يصلون جماعات بإمام، يصلي لكل جماعة إمام، وهناك جماعات متعددة، مما يدل على كثرة حفظة القرآن. ويدل على ذلك أن المعارك التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مات فيها من حفظة القرآن العدد الكثير، حتى قيل بأنهم بلغوا 70 في يوم اليمامة، مات من حفظة القرآن في يوم اليمامة 70 قارئاً حافظاً للقرآن. وقد كان أيضاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أعداداً وفيرة من حفظة القرآن يعلمون الناس العلم والقرآن، وبعضهم تعرض للقتل كما في حادثة بئر معونة. قال: وقد كتب الناس منه، يعني هناك من يحفظ القرآن وهناك من يكتبه، كتب الناس من الآيات القرآنية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتاباً يكتبون الوحي، فكانت كتابتهم ليست مجتمعة في مصحف واحد بل متفرقة، بعضهم كتب في صحف وهي ما يكتب فيه من الجلود، جلود الكاغد التي كانوا يعتادون الكتابة فيها للرسائل ونحوها، وبعضهم كان يكتب الآية في الجريد وهو فرع النخلة الذي يأتي منه العسب، فكانوا يكتبون الآيات القرآنية في مثل ذلك، وبعضهم يكتبه في الضرر، والضرر نوع من أنواع الحجارة، كانوا يجعلونه على شكل حاد، إذا لم يجدوا سكيناً ذبحوا به بهائمهم، وفي اللخاف، واللخاف أيضاً نوع من أنواع الحجارة تكون مستوية يتمكنون من الجلوس عليها، ويكتبون أيضاً في الخزف وهو الطين المحمي الذي نشف بعد ويبس بعد تعرضه لحرارة النار. قال: وغير ذلك، أي وكانوا يكتبون الآيات القرآنية في غير ذلك. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، يوم اليمامة هو المعركة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب، وقد قام معه جماعات كثيرة من قومه وممن يتعصبون له، وتحرزوا في حصن اليمامة، ففتح الحصن بواسطة بعض الصحابة، فحصلت مقتلة عظيمة في أصحاب مسيلمة، قتل مسيلمة وقتل كثير من أصحابه، وفي المقابل قتل كثير من
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم كانوا من القراء الذين يحفظون القرآن كاملا. فلما مات هذا العدد الوفير من حفظة كتاب الله، أشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحابي الجليل الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، أي بوضع مصحف واحد يشتمل على جميع آيات القرآن، بحيث تكون مرجعاً ومصدراً يرجعون إليه عند الاختلاف، ويؤمن بذلك من وقوع شيء من النقص من كتاب الله عز وجل. والمعنى في هذا أنه خشي أن يموت أشياخ القراءة، وبالتالي يموت معهم هذا الكتاب، وقد يوجد فيه شيء من النقص والزيادة والتحريف. ومن أمثلة الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن أبي بن كعب وزيد وابن حارثة وزيد بن ثابت وابن مسعود، فخشي إذا مات هؤلاء ومن يماثلهم أن يذهب القرآن، فاتفق رأي أبي بكر مع عمر في ذلك، وكان في أول الأمر مترددا يقول: كيف أعمل أمرا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشي أن يكون فعله نوعا من أنواع الابتداع. فبين له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا يتوافق مع النصوص العامة التي جاءت في الشريعة بحفظ القرآن، ومن حفظه تقييده وكتابته. واستدل له أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جماعة من الصحابة كتابا يكتبون الوحي، فندب أي كلف بذلك زيد بن ثابت الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، فأصبح يجمع القرآن. وكان زيد من حفظة القرآن، لكنه لم يكتفي بحفظه في قراءة القرآن، فاشترط فيه شرطان في كل آية يكتبها: أن يوجد ذلك محفوظاً عند الصحابة، وأن يجد أصلاً مكتوباً من زمن النبوة يعتمد عليه. فإذا لم يجد أحد هذين الأمرين فإنه لا يكتبه. فجمع كتاب الله عز وجل، والمؤلف يقول بأنه جمعه غير مرتب السور، وهذا يختلف مع ما يقرره علماء القرآن بأن جمع زيد بن ثابت كان مرتبا على حسب هذا الترتيب، ويرون أن هذا الترتيب هو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان له. وبعد تعب شديد من زيد رضي الله عنه، وذلك أنه اشترط هذين الشرطين الغليظين اللذين يحتاجان منه إلى عمل كثير، قال: وروي أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أي أنهم كانوا يحفظونها لكنهم لم يجدوها مكتوبة عند أحد من الصحابة، ولذلك تحرزوا وتحرجوا كيف يكتبونها وهم لم يجدوها مكتوبة، مع أنها كانت محفوظة لهم في صدورهم، حتى وجدها زيد بن ثابت عند خزيمة بن ثابت، وفي بعض الروايات قال عند أبي خزيمة، وحكى. فحينئذ لما وجدها مكتوبة عند خزيمة
توافقت مع شرطه فيما يكتبه من آيات كتاب الله عز وجل. وحكى الطبري أنها إنما سقطت له في الجمع الأخير الذي حصل في زمن عثمان كما سيأتي، ولكن هذه الرواية ليست صحيحة، وإنما الرواية الأولى أن ذلك إنما كان في الجمعة الأولى التي حصلت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولذا قال المؤلف والأول أصح، أي الرواية التي فيها أن ذلك كان في الجمعة الأولى عند أو على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي حكى البخاري في صحيحه، إلا أنه قال فيه مع أبي خزيمة الأنصاري، لم يقل خزيمة بن ثابت، وقال مع أبي خزيمة، وبعضهم تكلم في لفظة أبي وقال بأن الصواب مع خزيمة، وقال إن في الجمع الثاني فقد زيد آية من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي لم يجدها مكتوبة مع أنها كانت مكتوبة في المصحف الأول، إلا أنه في الجمعة الثانية أيضا اشترط أن يستند في كل لفظة في القرآن إلى كتابة وحفظ لا يكفي أحدهما عن الآخر، فوجدها مع خزيمة بن ثابت. لما كتب زيد رضي الله عنه الصحف أبقاها عند الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم لما مات أبو بكر أخذها عمر ابن الخطاب الخليفة بعده، وولاية أبي بكر استمرت سنتين، وولاية عمر أكثر من 10 سنوات، ثم لما مات عمر رضي الله عنه انتقل المصحف عند حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان، ثم بعد ذلك أصبح هناك مصاحف أخرى، كل واحد من الصحابة يكتب مصحفا، وبعض هذه المصاحف يكتب فيها الصحابي روايته وبعض التفاسير التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت هذه المصاحف في الآفاق، المصاحف التي كتبها بعض الصحابة، ومن ذلك مصحف ابن مسعود وغيره من الصحابة، وكذلك مصحف أبي وما كتب عن الصحابة الذين كانوا بالشام وغير ذلك. لكن هذه المصاحف فيها نوع اختلاف بسبب أن هؤلاء الصحابة قد أدخلوا ألفاظاً على جهة التفسير سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنوها من القرآن، وحينئذ كان هناك اختلاف في هذه المصاحف حسب السبعة، وكان أيضا هناك اختلافات بحسب القراءات والحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. فلما ذهب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى غزوة أرمينية وجد أن الصحابة والتابعين الذين شاركوا في تلك الغزوة عندهم مصاحف، وهذه المصاحف فيها شيء من الاختلاف، فقدم حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه وذكر له ذلك، فانتدب عثمان لجمع المصحف، و حرص عثمان أن يكتب وأن ينسخ من المصحف الأول مصاحف توزع على الأمصار ليكتب الناس هذه المصاحف فتتفق كلمتهم، وأمر زيد بن ثابت بجمعه فإنه هو الذي جمعه أول مرة، وفي الحقيقة هو ليس بجمع في المرة الثانية، إنما هو نسخ نسخ أخرى من المصحف الأول للمصاحف الفروع التي ترسل إلى الأمصار، وإن كان قد أراد أن يتوثق من خلال
أن يتأكد من مطابقة ما كتبه في المصحف الأول مع ما يوجد في حفظ الصحابة ويوجد في الكتابات التي كانوا يكتبونها في اللخاف والجريد والخزف ونحو ذلك، وطلب من عدد من الصحابة أن يساعدوا زيد بن ثابت في ذلك، وكان ممن طلب منهم عثمان رضي الله عنه أن يكتبوا المصحف مع زيد بن ثابت سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وهؤلاء من قريش، وهناك عدد من الصحابة من قريش ومن غير قريش من الأنصار، وكذلك ذكر الترمذي وغيرهما. وقال الطبري فيما روى إنه قرن بزيد بن ثابت أبان ابن سعيد بن العاص وحده، الأولون ذكروا أنه سعيد بن العاص والده أخو عمرو بن العاص، وهذا الطبري جعل الابن هو الذي قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص. وهذه الرواية ليست بإسناد الرواية الأخرى، وبالتالي قيل بأن هذا فيه نظر، وبعض ولذلك ضعفه المؤلف، وبعض أهل العلم قال بأنه قد اشترك أبان وأبوه سعيد، وكلاهما من أهل العلم والفضل. وقال الطبري أيضاً إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماماً، أي أصلاً ينقلون منه هذه المصاحف التي كتبوها في الجمع الأخير. وروي أن عثمان رضي الله عنه قال لهؤلاء الصحابة الذين يكتبون المصحف: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك وهذا في ألفاظ تتشابه في الكتابة ولكنها تختلف في طريقة النطق، ومن أمثلة ذلك اختلافهم في قوله جل وعلا: قال آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فإن كلمة التابوت يراد بها الصندوق، يراد بها الصندوق، وكان بعضهم يقرأها التابوه بالهاء وبعضهم يقرأها بالتاء المنقوطة المفتوحة، فكان زيد بن ثابت وهو من الأنصار يقرأها بالهاء والقرشيون يقرؤونها بالتاء، وكلاهما تدل على نفس المعنى، ولكن الكلام في الرغبة في توحيد القراءة، ولذلك أثبتوا هنا التاء لأنها لغة قريش. وكتب المصحف على ما هو عليه، أي في بهذه الكتابة الموجودة اليوم والباقية إلى قيام الساعة غابر الدهر، ولذلك اتفقت كلمة الفقهاء في جميع الأزمنة على المنع من تعديل طريقة الرسم العثماني، وأوجبوا أن يكون القرآن بهذا الرسم لئلا يفتح مجال للاختلاف والتضاد والتنازع في هذا الباب، ولأن هذا الرسم هو الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا بقيت كذلك. وإن كان بعضها ليس متوافقاً مع الرسم المشهور عند الناس، ولذلك لا يصح أن نغير هذا الرسم وأن نكتبه بالرسم الإملائي المتعارف عليه. وبهذا ظهرت قرارات وفتاوى العلماء واللجان الفقهية في عصرنا الحاضر،
ونسخ عثمان رضي الله عنه من هذا الأصل الذي كتب نسخا متعددة بعدد الأمصار الموجودة في زمانه، ووجه بهذه النسخ إلى الآفاق، وأمر بما سواها من المصاحف التي بأيدي الناس والتي كتبوها من مصاحف الصحابة المتقدمين أمر أن تحرق، أي أن توضع في النار حتى تحترق، أو تخرق أي تمزق وتقطع حتى لا يبقى منها شيء. وقال مرة بعضهم رواها بالحاء تحرق، وبعضهم رواها بالخاء تخرق ثم تدفن، وبعضهم قال بأنه جمع بين الأمرين، خرقها ثم حرقها ثم دفنها. وبالتالي يقول بأن الرواية بالجمع بين المعنيين. ويبقى هنا مسألة متعلقة بترتيب المصحف، هل هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فنقل المؤلف عن الباقلاني بأن ترتيب السور من فعل زيد بن ثابت ومن معه، وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول بأنه قد تأيد هذا بإجماع الصحابة فمن بعدهم، ولذلك فإن هذا الترتيب لسور القرآن مجمع عليه بين الصحابة، ومن ثم منعوا من تغييره لأنه من مواطن الإجماع. والقول الذي اشتهر عند أهل العلم أن هذا الترتيب هو من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قبله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ترتيب الآيات داخل السورة هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا نزلت آية قال اجعلوها في سورة كذا عند ذكر كذا، فيأمرهم بترتيب الآيات في داخل السور، فهذا محل اتفاق أن هذا الترتيب بين الآيات ترتيب بالوحي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختلاف في الترتيب بين السور. والباقلاني كما ترون يرى أن الترتيب كان من فعل الصحابة لكن وقع عليه الإجماع فوجب اعتماده وحرمت مخالفته. وغير الباقلاني يرى أن هذا الترتيب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي كان يحفظ القرآن ويقرأه، والصحابة في عهد النبوة يحفظ كثير منهم القرآن ويقرؤونه مرتبا، وهذا الترتيب ترتيب واحد، وحينئذ هذا يدل على أن الترتيب بين السور كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن، حتى دارسه في السنة الأخيرة القرآن مرتين، وهذه المدارسة لا بد أن تكون مرتبة حتى يتمكن من إنهاء هذه المدارسة، ولا نعلم من الترتيب إلا هذا الترتيب الذي بين أيدينا. ولذا فإن الأظهر والأرجح أن ترتيب سور القرآن كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بوحي من الله جل وعلا. وذكر الباقلاني أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في أوائل السور هو من النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة
آية من القرآن، لكنها ليست من السور، وإنما أوتي بها للفصل بين سور القرآن، ويدلك على أن هذا الأمر مضبوط منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في سور القرآن لم يسقطوا البسملة إلا في سورة التوبة، سورة براءة، لأنهم هكذا نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بوضع البسملة في أول سورة التوبة براءة، تركت سورة براءة بلا بسملة، وهذا أحد ما قيل في براءة. ثم قال المؤلف بأن ظاهر الآثار الواردة عن الصحابة في زمن النبوة، بل ظاهر الأحاديث النبوية، أن السبع الطوال، وهي السبع الأوائل في سور القرآن من البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وهذه السور منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبع الطوال معروفة في عهد النبوة ومرتبة بهذا الترتيب، وهكذا الحواميم التي تبدأ بحاميم كانت معروفة، وكانوا يقولون بأنه يقرأ في صلاة كذا بالحواميم، وهكذا المفصل، والمفصل السور القصار من سور القرآن، والجمهور على أنها تبتدئ من سورة قاف، فهذا المفصل كان مرتباً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها من سور المفصل. ولكن المؤلف يرى أن غير هذه السور يوجد فيها ما لم يقع ترتيبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قول خاطئ وليس بصحيح على ما ترجح قبل ذلك. قال: وأما انتقل للبحث في الحركات التي توضع على الكلمات والنقط التي توضع على الحروف، فإن الكلمة يتغير معناها ولفظها بتغير حركاتها ونقطها، ولذلك كانوا في الزمان الأول يحفظون القرآن، فإذا قرأوا هذه المصاحف عرفوا قراءتها وعرفوا طريقة نطقها وطريقة ما فيها من الحروف المنقوطة وغير المنقوطة بمجرد قراءتها لحفظهم للقرآن. لكنهم بعد أن ذهب القرن الأول احتاج الناس إلى وضع هذه الحركات والنقاط من أجل أن يكون مميزاً لهم في الحروف، فيتمكنون من الفرق بينها. فمن الذي قام بشكل المصحف ونقطه؟ هل هما مشروع واحد أو أنهما عملان متغايران؟ فبدأ بالتشكيل ثم بعد ذلك التنقيط. قال المؤلف: روي أن عبد الملك ابن مروان أمر بذلك وعمله، فتجرد لذلك، أي أنه قام بهذا العمل الحجاج بمدينة واسط، وجد فيه، أي أخذه بحزم وعزم، وزاد تحزيبه، أي وضع
وضع الأحزاب وتقاسيم الأجزاء فيه. قال: وأمر، يعني الحجاج وهو والي العراق، الحسن البصري ويحيى ابن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك، يعني يحيى بن يعمر، كتاباً في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط وما خالفه، ومشى الناس على ذلك، أي على هذه النقط وعلى الحركات، زمناً طويلاً، واقتصروا في القراءات على ما ذكره ابن يعمر. ثم إن ابن مجاهد كتب كتاباً في القراءات، فاعتمد الناس كتابة ابن مجاهد. قال: وهناك من يقول بأن المبرد، وهو من علماء الزمان الثاني، قال بأن أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي، وأبو الأسود كان في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وذكر أيضاً أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر، فيمكن أن يكون النقط قد جاء على مرتين، مرة في عهد أبي الأسود ومرة في فعل يحيى والحسن. وذكر أبو الفرج أن الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بنقط المصحف هو زياد بن أبي سفيان. وهناك من قال بأن فعل الحسن هو في التشكيل، وفعل أبي الأسود هو في النقط. وذكر الجاحظ، وهو ليس ممن يعتمد عليه في هذا الباب، أن نصر بن عاصم هو أول من نقط المصاحف، وذكر الجاحظ أنه لذلك كان يقال له نصر الحروف. وأما وضع التعاشير في القرآن، فهذا أنهم كانوا في الزمان الأول يرغبون أن يختموا القرآن إما في شهر رمضان أو في جميع الشهور، ولذلك رغبوا أن يجعلوه 30 جزءاً، أن يجعلوه 30 جزءاً، ثم قسموا كل جزء إلى حزبين، وقسموا كل حزب إلى 4 أعشار، 4 أعشار، فيكون في كل جزء 8 أعشار. وذلك أن كثيراً من أهل الزمان الأول كانوا يصلون في الليل 8 ركعات، فكانوا يضعون لكل ركعة 10 ليختموا القرآن في شهرهم. ويلاحظ في هذه الأعشار أنه يركز فيها على الآيات المتشابهات، بحيث يوضع العشر عند الآية التي يوجد لها ما يشابهها مع وجود فرق يسير فيها، من أجل أن ينتبه قارئ القرآن وحافظ القرآن للفروق بين هذه الآيات. يقول المؤلف: مر بأن المأمون هو الذي أمر بوضع هذه الأعشار، وقيل بأن الحجاج هو الذي فعل ذلك، وقال قتادة: بدوا فنقطوا ثم خمسوا، نقطوا أي وضعوا النقاط على الحروف، ثم خمسوا أي وضعوا التشكيل والحركات، ثم عشروا أي وضعوا التعاشير والأحزاب. وهذا كالإنكار، يعني يقول ينبغي أن لا يجعل في المصحف شيء من خارجه، ولا تدخل فيه الاجتهادات التي ليست من القرآن. ثم عقد المؤلف باباً في الألفاظ في مسألة: هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية ليست من لغة العرب أو لا يوجد ذلك؟ فقال: باب
في ذكر الألفاظ أي الكلمات التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلق، فهل في القرآن شيء من الكلمات غير العربية أو لا؟ وذلك أنه من المتقرر أن القرآن عربي، كما دلت على ذلك النصوص في مثل قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لكننا نجد في القرآن ألفاظا يتكلم بها غير العرب، مثل لفظة البساتين ومثل لفظة ناشئة التي يتكلم بها أهل الحبشة. فقال المؤلف اختلفت مواقف العلماء من ذلك، فطائفة قالت هي ألفاظ مشتركة بين اللغتين، وهذا نجده في بعض الألفاظ التي تشترك فيها عدد من اللغات، مثلا لفظة السكر نجد أن عددا من اللغات تنطق السكر بهذا اللفظ أو قريبا منه، فيقول أصحاب هذا القول بأن هذه الألفاظ العجمية العرب يتكلمون بها والعجم يتكلمون بها، فهي من هذا الجنس الكلمات المشتركة بين أهل لغتين. وهناك من قال بأن هذه الحروف هي حروف موجودة أو كلمات من لغات أخرى في الأصل، لكن أهل العربية نقلوها إلى لغتهم وتحدثوا بها وأصبحت لفظاً شائعاً عندهم، فهي عربية لأن العرب تكلموا بها. وبعضهم قال هي عربية لأن العرب لما نقلوها وضعوها على أوزان كلامهم ولم يبقوها على الوزن الأعجمي لتلك الكلمات. قال المؤلف فقال أبو عبيدة وغيره إن في كتاب الله تعالى من كل لغة أي كلمات من جميع اللغات، وحينئذ هذا أحد الأقوال في المسألة أن القرآن فيه ألفاظ عجمية لكنه عربي لأن الكلام يحكم عليه بجملته لا بشيء بفرد من أفراده. وهناك قول آخر يقول بأن القرآن ليس فيه أي لفظ إلا إذا كان عربياً صريحا، وأما هذه الكلمات المنسوبة إلى اللغات الأخرى فهي من الكلمات المشتركة التي تكلم بها العرب وتكلم بها غيرهم، فهو من توارد اللغات على الكلمة الواحدة، فتكلمت بها العرب والفرس أو العرب والحبشة بلفظ واحد. ومثل لذلك بقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً، فناشئة هي في الأصل كلمة من كلمات الحبشة، ولذا قال ابن عباس ناشئة بلغة العجم أي القيام في الليل بعد نوم سابق. فهكذا قال ابن عباس بأن الكلمة من لغة الحبشة. ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا في قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال أبو موسى هذه الكلمة حبشية، وفي قوله فرت من قسورة أن المراد بالقسورة قال ابن عباس هي الأسد بلغة الحبشة. وتوسط المؤلف في هذا فقال بأن هذه الكلمات وإن كانت في الأصل من لغات أخرى غير اللغة العربية لكنها دخلت في لغة العرب وأصبح العرب يتكلمون بها وجعلوها على أوزان لغتهم فأصبحت جزءاً من هذه اللغة. فقال إن القاعدة
هي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما دلت عليه النصوص، فليس في القرآن كلمة ولا لفظة لا يفهمها العرب وتخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا بالترجمة. وأما هذه الألفاظ فإنها دخلت في كلام العرب وأصبحوا يتكلمون بها وإن كانت في الأصل من غير لغتهم، فإن العرب كانوا يخالطون الأمم الأخرى وأهل اللغات، وهذه المخالطة تجعل هناك تداخل في استعمال بعض الألفاظ. ومثل لذلك بعدد من أثر عنه أنه كان ينتقل إلى بلدان أخرى فيها من يتكلم بلغات أخرى غير العربية، فصحبة هؤلاء لأهل هذه البلدان جعلتهم يتكلمون معهم بشيء من لغاتهم، فعلقت هذه اللفظات بلغة العرب وأصبحت جزءاً من كلام العرب. ويدل على هذا أن العرب وزنوا هذه الألفاظ بأوزانهم، مرة ينقصون حرفا ومرة يغيرون ترتيب الحروف ومرة يغيرون حركات الكلمة، وذلك أن اللغة العجمية فيها ثقل بالنسبة للسان العربي، واللسان العربي من أخف الألسن نطقا، ولذلك خففوا في هذه الكلمات واستعملوا هذه الكلمات في كلامهم وفي أشعارهم وفي محاوراتهم ومجادلاتهم حتى أصبحت جزءاً من اللغة وجرت مجرى اللفظ العربي الصريح. وعلى ووقع بها البيان، فإن من تكلم بها فهم عنه وعرف العرب معاني كلامه. وعلى هذا الحد، يعني أن القرآن نزل بلغة العرب، يعني بما يستعمله العرب من الألفاظ سواء كان اللفظ في أصله عربية أو كان على غير ذلك. فلو قدر أنه جاءنا أحد العرب وقال عندنا في القرآن كلمة أعجمية أنا لا أعرفها ولا أميز ما المراد بها، قيل له بأن جهل بعض العرب لمعنى كلمة لا يعني أنها ليست عربية، ولذلك نجد أن عدداً من الكلمات العربية يجهلها العربي من الكلمات التي تكلمت بها القبائل الأخرى. ومن أمثلة هذا ما ورد عن أبي بكر وعمر في الأب وفي غيره، وما ورد عن ابن عباس في كلمة فاطر إلى غير ذلك، فهي كلمات عربية ومع ذلك لم يفهمها هؤلاء لأنهم لم تجري على لسانهم وإن كانت معروفة عند القبائل الأخرى. وحينئذ هذه الألفاظ هي في الأصل أعجمية، لكن العرب استعملتها وأدخلتها على لسانها وجعلتها على موازين كلامها فعربتها فأصبحت عربية من هذا الوجه. وبهذا تجتمع الأقوال التي وردت في هذه المسألة. وأما القول بأن هذه الكلمات مما اتفقت فيه اللغتان فهذا فيه بعد، وذلك أنه يبعد أن تشترك اللغتان في كلمة واحدة، ولا بد أن تكون الكلمة تنطلق من أهل لغة فينقلها أهل اللغة الأخرى. أما أن يتفق أهل اللغتين على النطق بالكلمة الواحدة في المعنى الواحد فهذا بعيد، هكذا استبعده المؤلف. ولكن لو نظرنا إلى عدد من اللغات المشتركة في الأصل فإن لغة آدم واحدة،
ولغة نوح واحدة، ثم بعد ذلك تفرعت اللغات من اللغة الأم أيًا كانت هذه اللغة الأم، فتفرعها من اللغة الأم قد يجعل بينها ألفاظًا مشتركة تنطق في كل لغة. والمؤلف قال يمكن وجود هذا الاتفاق بين اللغات لكنه قليل نادر بل شاذ، والأصل والأكثر أن تكون الكلمة قد وجدت في لغة ثم إن أصحاب اللغة الأخرى نقلوها إلى لغتهم. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن إعجاز القرآن. القرآن معجز، والعرب عجزت أن تأتي بمثل هذا القرآن، ولإعجاز القرآن أوجه متعددة، منها الوجه المتعلق بالبلاغة والفصاحة التي أعجزت العرب أن يأتوا بمثله، وهكذا أيضاً الإعجاز في المعاني. ولعلنا أن نتكلم عن هذا الجزء من الإعجاز موافقة للمؤلف. فقال المؤلف: اختلف الناس في إعجاز القرآن بما هو، لماذا كان القرآن معجزا؟ فإن الله تعالى تحدى الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الجن والإنس على لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إيش؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بسورة من أمثال سور القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من سور القرآن، فهذا فعجزوا. وهذا دليل عظيم على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه مع وجود التحدي ومع وجود الرغبة لديهم في تكذيب هذا النبي، ومع محاولاتهم صد الناس عن الاستجابة له، لم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثل هذا القرآن. فقال قوم من الأشاعرة بأن التحدي ليس بألفاظ القرآن التي بين أيدينا، وإنما هو بالمعاني القديمة، لأنهم يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، ولا يرون أن الكلام هو الأصوات والحروف. وهذا المذهب بنوه على بيت شعر ورد عن الأخطل أنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولكن كثيرا من أهل اللغة يشكك في نسبة هذا البيت للأخطل، ثم إن هذا البيت إنما قاله شاعر نصراني، فكيف يستدل به على أمر عقدي من عقائد أهل الإسلام؟ وهم قد ضلوا في معنى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم، فإذا كانوا ضلوا في كلمة الله فكيف يجعلون مستنداً في تفسير الكلام؟ والصواب أن الكلام هو الأصوات والحروف الملفوظة، ويدل على ذلك نصوص عديدة من الكتاب ومن السنة ومن أشعار العرب ومن اتفاق الفقهاء واتفاق أهل اللغة. وأريد نماذج من الأدلة في هذا الباب. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجعل الكلام هو المسموع وهو الألفاظ والحروف، وأما المعاني النفسية فإنها ليست مسموعة فلا تكون كلاما. ويدل عليه أيضا ما ورد في قصة مريم عليها السلام حينما
نذرت للرحمن الصوم فقالت لن أكلم اليوم إنسيا، ومع ذلك أشارت إلى عيسى، فهي نذرت ألا تتكلم ثم أشارت، والإشارة فيها معنى نفسي، فدل هذا على أن المعاني النفسية ليست من الكلام. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس الذي هو المعاني وبين الكلام. ويدل على ذلك إجماع الفقهاء، فإنهم أجمعوا على أن من أضمر في نفسه معاني وكان قد حلف ألا يتكلم أنه لا يعد حانثا في يمينه، فهو نفى الكلام ووجد عنده معاني نفسية فلم تسمى كلاما. وأما إجماع أهل اللغة فإنهم يقسمون الكلام بأقسام الأصوات والحروف، ولذا قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد، ولم يقل معاني نفسية. والأدلة في هذا كثيرة متعددة، والمراد سوق نماذج منها. وحينئذ هؤلاء الذين قالوا إن التحدي وقع بالمعاني النفسية، قالوا هذا من تكليف العرب بما لا يطيقونه، وهذا أيضا غير مقبول، إذ كيف يتحداهم بما يعلمون أنهم لا يقدرون عليه. وهذا أيضا ناشئ من قال وفيه، يعني في هذا المعنى الذي هو إيجاد معاني نفسية مماثلة لأصل المعنى في القرآن، هو الذي عجزت عنه العرب، وهذا كلام خاطئ، بل العرب عجزت عن أن يأتوا بمثل هذه الحروف والكلمات التي وصلت إلينا. فالمقصود أن أساس هذا المذهب مبني على أصول باطلة مخالفة لطريقة الشرع وللغة العرب. وقال قوم بأن التحدي للناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور منه أو بسورة وقع بما نقل إلينا من كتاب الله تعالى. بعضهم قال بأن الإعجاز الذي عجزوا عنه هو الإعجاز التاريخي، فإن القرآن قد جاء بأخبار سابقة وبأخبار لاحقة، فهؤلاء القوم لن يتمكنوا أن يصلوا إلى هذه الأخبار، ولذا قالوا بأن الإعجاز كان في الأنباء الصادقة من أنباء من سبق، والغيوب المسرودة من الأخبار التي لم يطلع عليها الناس. وهذا القول قد رده المؤلف أيضا، فقال: وهذان القولان إنما يرى العجز فيه إنما يرى العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد في نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يكون التحدي على هذا المنوال، لأن التحدي في أصله موجه لغير المسلمين وليس موجهاً للمسلمين، وبالتالي فإن العجز في هذين لا يمكن أن يجعل حجة عليهما. ولذلك فإن كفار العرب لم يتمكنوا من أن ينكروا البلاغة وعلو المنزلة في هذا القرآن من جهة ترتيبه ونظمه وفصاحته، وهذه الفصاحة قد قرأها عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحدي العرب أن يأتوا بمثل هذا الكلام
الذي يقرون بفصاحته وبحسن ترتيبه وسمكه كانت المعجزة في هذا الباب، وحينئذ يعلم كل فصيح بأن الذي أتى بهذا الكلام العظيم الذي يعجز عن الإتيان بمثله نبي من عند الله عز وجل يجب أن يصدق، لأن البشر مهما اختلفت قدراتهم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ويدلك على هذا إذا تأملت آيات القرآن وجدت أن الحرف والكلمة تستخدم فيما يناسبها من السياق، فالسياق الذي يحتاج إلى لفظ قوي بليغ، لفظ قوي يؤتى فيه بمثل ذلك، واللفظ الذي لا يحتاج لذلك يؤتى فيه بلفظ فيه ليونة، فلفظة الهلاك وكم قصمنا هذه ألفاظ قوية أتت في المعنى الذي يماثلها، بينما لفظ النجاة ولفظ الهداية هذه ألفاظ سهلة يسيرة على اللسان أتيت فيما يناسبها، بل إننا نجد أن الآية الواحدة تنتقل من طريقة في النطق إلى طريقة أخرى بحسب المعاني التي تراد. وانظر لذلك مثلاً قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه ألفاظ رقيقة، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهذه الألفاظ التي في آخر الآية ناسبت المقام في جزالتها وقوة لفظها واستعمالها للحروف التي فيها قوة لا ليونة. وهكذا أيضاً نجد أن المعنى الذي يساق له الكلام يتناسب مع الألفاظ التي سيقت ما في ذلك السرد. ولهذا قال: فإن التحدي إنما وقع بنظم القرآن وصحة المعاني التي اشتمل عليها وتوالي وتتابع فصاحة ألفاظه. ثم ذكر الوجه في إعجاز القرآن فقال: بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وعرف وعلم جميع المعاني في الألفاظ وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم سبحانه بإحاطته أي لفظة تصلح أن تستخدم في ذلك السياق، وما هي اللفظة المناسبة لأن تكون متوالية مع اللفظة التي قبلها، بحيث يبين بعض الكلام معنى بعضه الآخر. ثم إنك إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت الاتساق في الكلمات وفي الحروف، لا تجد كلمة متنابية أو سياقا ركيكا. ومن المعلوم أن البشر عندهم نسيان وعندهم ذهول وعندهم جهل لمعاني بعض الألفاظ، وبالتالي فإن كلامهم لن يبلغ درجة فصاحة القرآن. وذلك أن الشخص العربي لا يحيط بجميع الكلمات، ولا تكون كل الكلمات حاضرة في ذهنه عندما يريد أن يتكلم، بخلاف رب العزة والجلال فهو قد أحاط بالكلمات وأحاط بمعانيها سبحانه وتعالى، ولذا كان ينتقي من الألفاظ ما يتناسب مع المعاني التي سيق الكلام من أجلها. فبهذا جاء نظم القرآن
على أكمل الوجوه في الغاية القصوى من الفصاحة. وأشار المؤلف بعد ذلك إلى قول آخر في هذا الباب، وهو أن بعض المعتزلة قال بأن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن الله صرفهم عن ذلك ولم يجعل ذلك من اهتمامهم ومن شغلهم. فقال بأن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن، لكنهم صرفوا عن هذا وشغلوا عنه، فلذلك لم يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا الكلام كلام باطل، وذلك أن العرب لما جاءهم القرآن اهتالوا منه وغير نفوسهم وتأثروا منه كثيرا. ولذلك فإن الصحيح أن عجز العرب عن الإتيان بالقرآن لما فيه من الخصائص من جهة البلاغة والفصاحة ونحوها، وليس من جهة أن العرب صرفوا عن ذلك، فلم يكن قط في قدرة واحد من المخلوقين أن يأتي بمثل هذا القرآن، لا قبل نزوله ولا في أثناء نزوله ولا بعد نزوله. ويدلك على ذلك أننا إذا قارنا آيات القرآن بما أثر عن العرب حتى قبل نزول القرآن لا نجد وجه مشابهة بين هذين الكلامين. ويدلك على هذا أن الواحد من العرب قبل الإسلام كان يتكلم بالقصيدة ثم يجلس سنة كاملة ينقح فيها ويعيد النظر فيها ويتأملها، ومما يدلك على أنهم كانوا يحتاجون إلى شيء من استحضار الألفاظ التي تغيب عن أذهانهم أثناء الكلام الذي تكلموا به. ويدل على هذا أن الفصيح من العرب ربما وضع خطبة أو قصيدة وقد استفرغ فيها جهده وقلب فيها نظره، ثم بعد ذلك تجده يعدل فيها وينقح فيها وقد يعطيها لغيره، فنجده يقدم له نصائح في كيفية ترتيب ذلك الكلام، ثم إننا نجد من ينتقد ذلك الشعر وتلك الخطبة ولا زال وتبقى محل نظر ومحل انتقاد وترجيح، مما يدلك على أن العرب لم يكونوا ممن يتمكن من الإتيان بمثل لغة العرب وبمثل كتاب الله عز وجل. وكتاب الله لو نزعت منه لفظة، لو أخذت لفظة فأردت أن تبدلها بلفظة أخرى لم تصل إلى درجة البلاغة والفصاحة من الكلمة التي كانت موجودة فيه. وهكذا لو أخذت آية من القرآن وأخذت أحد المعاجم الكبرى في لغة العرب وأردت أن تختار كلمة من ذلك المعجم لتكون في ذلك السياق لم تجد أحسن من الكلمة التي نزل بها الوحي. وهذا مما يدلك على البراعة في كتاب الله جل وعلا. وفي مرات نعرف وجه البلاغة والفصاحة ويتبين لنا المعنى والسبب في ذلك، وفي مرات نغفل عنه، نحكم بأن هذا اللفظ أحسن الألفاظ وأجودها ولكن لا ندري ما سببه، ويخفى علينا وجه فصاحة ذلك اللفظ
لماذا؟ لأن عندنا من القصور في فهم اللغة وفي فهم القرآن، وبما لم يوجد كثير منه عند العرب الأوائل، فلا شك أن رتبتنا في فهم اللغة العربية أقل من رتبة أولئك، وهكذا نحن أقل منهم في تذوق اللفظ العربي وفي معرفة معانيه وفي جودة قريحته وفي التمييز بين أنواع الكلام، لما استخدم الفعل ولم يستخدم الاسم، لماذا جعل السياق جملة، ولما جعل الحال مفردا ولم يجعله جملة. هذا أصلا كثير من الناس لا يتأملونه عند قراءة القرآن، لماذا؟ لأن العربية عندهم ضعيفة. وأشار المؤلف إلى أن كثيرا من الأشعار والقصائد يوجد من يقترح ألفاظا أحسن من الألفاظ التي تكلم بها الشاعر والخطيب، وإذا ميزت ذلك وجدت أن ما اقترحوه في محله بخلاف آيات القرآن. وأشار المؤلف إلى قصة تروى في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقرأها القارئ: والله غفور رحيم. فكان هناك أعرابي فقال بأن قراءة، فانتقد على القارئ قراءته، وفعاد القارئ فقرأها: والله عزيز حكيم. فوافق الأعرابي مع أنه لم يكن ممن يقرأ القرآن، وقال عز فحكم فقطع، أما لو غفر ورحم لما قطع، إلى كثير من الأمثلة التي تتوافق مع هذا. وذكر المؤلف أن صور قيام الحجة بالقرآن على العرب أنه لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: فأتوا بسورة من مثله، قال كل فصيح: أنا سآتي بسورة مثل هذا القرآن. فكان هذا من أسباب تأملهم وتفكرهم في القرآن وقيام الحجة عليهم. فكان الواحد منهم يقول: ما الذي يعجزني أن آتي بالقرآن؟ فلما تأمله وتدبر ما فيه من المعاني وتفكر فيه من وتفكر فيما فيه من الفصاحة والجزالة، حينئذ توقف ولم يسر على ما قصده من الرغبة في الإتيان بمثل هذا القرآن. ولذا ورد عن المغيرة، عن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، أنه قال: والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالجنون، ووصفه بأن أعلاه مغدق، ووصفه بأوصاف كثيرة، وأنه لن يأتي بمثله كاهن ولا ساحر ولا شاعر. وحينئذ كل من استمع للقرآن من أصحاب الفصاحة والبلاغة يميز أنه من عند الله عز وجل، وأنه يعجز البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وحينئذ يكون هذا دليلاً من الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، وهذا هو الذي جعل كثيراً منهم يؤمن ويذعن لما في كتاب الله عز وجل. ومن أبى، إنما أبى تقليداً لغيره أو حسداً منه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو تكبراً كيف يكون متبوعاً، كيف يكون تابعاً وغيره هو المتبوع. فهذه الأسباب ونحوها من الأسباب هي التي صرفتهم عن أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك كانوا ينتقلون إلى ميادين أخرى، ومنها ميدان التعذيب للمسلمين ليتركوا دينهم، ومنها ميدان القتال كما ورد عن قريش. ولذا لما عجزوا عن المعارضة رضوا بسفك الدماء حتى أظهر الله عز وجل هذا الدين، ودخل جميعهم في دين الإسلام، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأرض قبيلة من العرب قد توافقت على الكفر بما جاء به هذا النبي. وحينئذ كانت الحجة قائمة على العالم أجمع باستجابة العرب لهذا النبي ولهذا الكتاب، فهم أهل الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا عنه. وقال المؤلف: والمعنى في هذا أن كل نبي يعطيه الله عز وجل من المعجزة ما يتوافق مع ما يبرع به ويتميز به أهل ذلك الزمان. ففي وقت موسى كان أشهر ما تميز الناس به السحر، ولذا أوتي موسى شيئا يماثل السحر يبطل ما لدى السحرة. وفي عصر عيسى اشتهر الناس بالطب وبرعوا فيه، فآتى الله عز وجل عيسى من جنس ما لديهم مما يوصل إلى نتائجهم وأفضل ويعجزون عنه. وهكذا الفصاحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في القرآن يجد أن فيه أوجهاً من أوجه الإعجاز غير ما ذكرها المؤلف، فمن ذلك سلامة هذا القرآن من التناقض والتضاد، فإنه ما تكلم متكلم إلا وجد في كلامه شيء من التعارض والتناقض. ولذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أوجه الإعجاز أيضا حفظ هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب مع مرور الزمان لم يتغير ولم يتمكن أحد من تغييره، بخلاف الكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء المتقدمين، فإنها غيرت وبدلت ووجدت نسخ مختلفة متعددة، يزعم أن كل واحد منها هو الكتاب الذي نزل على ذلك النبي. فبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام قرابة 600 سنة، ومع ذلك نجد أن كتاب عيسى الإنجيل وجد فيه التحريف والتبديل واختلفت نسخه ولم تتوافق، بل فيها من التضاد والتعارض الشيء الكثير. ومما يدلك على أن هذا الكتاب حق وصدق، ومما يدل عليه أن الله عز وجل أخبر بوقائع في ذلك الزمان، منها ما يتعلق بالمشركين الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نزلت الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، فيها حكم على أبي لهب بأنه من أهل النار. وكان من الإعجاز أن الآية تخبر أن أبا لهب سيبقى كافراً معارضاً للدين حتى يموت، لم يأتي أبو لهب فيقول أسلمت ليبين تناقض القرآن وعدم صدقه، وإنما مات على كفره. وهكذا في مثل قوله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية أخبرت بأن الروم سيتمكنون من الانتصار على الفرس في بضع سنين، فما هي إلا سنوات، فكان الأمر كذلك. ولا نزال نجد أن في أخبار القرآن ما يقع بعد السنين الطويلة حتى في زماننا الحاضر. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني من المراكب التي تركبونها وتتزينون فيها مما لم يحدث إلا في هذه الأعصر التي جاءت فيها السيارات والطائرات والقطارات ونحوها. وهكذا في قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون. فهذه الآية تتحدث عن ذريتهم بأنهم وجد عندهم السفن العظيمة والفلك المشحون، وأن عند هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن شيء يماثله لكنه ليس فلكا مشحونا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بخصائص الكون وما فيه من الآيات من أمور لم يستطع الناس كشفها إلا في عصرنا الحاضر بعد أن وجدت المكبرات التي تمكن الإنسان من رؤية الأشياء الصغيرة البعيدة. وهكذا أيضا فيما أخبر الله عز وجل عنه من مراحل خلق الإنسان التي كانت أموراً خفية في تلك الأعصر والأزمان ولم تعرف إلا في زماننا الحاضر. فهذه أنواع من أنواع أوجه الإعجاز القرآني التي جعل الله عز وجل بها القرآن آية قاطعة وحجة باقية على جميع الأمم إلى قيام الساعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الأمة تعمل بكتابه وتسير على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. اللهم يا حي يا قيوم، وفق ولاة أمر هذه البلاد لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.